المغاربه كنعقدين عليك امال كبيره خاصه في الخروج ديال الربيع. يعني كيفاش والظلم التحكيم كيفاش عشتي التجربه ديالك؟ الحمد لله كنشكر جميع المغاربه اللي كانوا كيشجعونا من قلبهم وكانوا كيتسناونا نديروا واحد النتيجه مرضيه، والحمد لله اللي دار لنا خونا الربيعي الله يسهل عليه. وحنا بالنسبه للمقابله ديالي انا درت مقابله الحمد لله مزيانه وشرفت، حسيت براسي راني خدمت وشرفت بلادي احسن شريف. ونتاسف كنزيد نتاسف للشعب المغربي اللي كان معول على الميداليه وهذه، ولكن درت جهدي والكمال وعلى الله، راضيه بالقدر اللي دار الله سبحانه وتعالى. بعد الاعلان ديال النتائج ديال الحكام كنعرفوا شفنا ان خديجه الماضي الصدمه كانت على وجهها، كيفاش عاشت؟ ما توقعتش انا كنت باغا ندي الوالده الله يرحمها الميداليه كما بغات، ولكن ما بغاش الله، ما عندنا ما نديرو. ان شاء الله ايام جايه ان شاء الله على السلامه.